السلام الله عليكم جميعا، خوتي اخواتي احبابي في الله. الفلفلة الحمراء دايره 30 درهم، تصوروا 30 درهم فلفلة حمراء. غادي نخليكم على اسمينا، داكشي غادي يقيد زيت، هذه البديه ديال رمضان، داكشي غادي فهي غالية صفر. وغالية جدا متابعينا الكرام. الفلفلة ديال باربيكا اليوم وصلت 30 درهم للكيلو، يعني في السوق وفي اسواق مدينة تطوان متابعينا الكرام. بالنسبة للبطاطس فاليوم هي كتسبع 12 درهم، وكذلك الطماطم فهي 12 درهم كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام من خلال هذه الصور التي تأتيكم على هذا المباشر. يعني أثمنة خيالية اليوم بالاسواق ديال مدينة تطوان. فهذه الفلفلة هذه 30 درهم، يعني الثمن ديالها غالي وغالي بزاف. بالنسبه للبطاطس يعني الثمن ديالها ما بين 11 و12 درهم، واليوم تباعت في السوق ديال الجمله ديال الخضر والفواكه ب 10 درهم، وكاين اللي باع ب 9 درهم. وعلما بان يعني الاثمنه فهي غاديه وهي كتطلع، يعني الدرويش اليوم غادي يلقى صعوبه كبيره باش انه يوفر المعيشه للاسره ديالو. واكيد ان هذا الغلاء ديال الاسعار فهو غادي يسبب يعني في مجموعه ديال المشاكل داخل الاسر، خصوصا وان الزوج مطالب بتوفير القفه للابناء ديالو، ولكن ملي كيخرج للسوق باش انه يقوم بشراء، يعني خصوصا حنايا في شهر رمضان، فمجموعه ديال الاسر المغربيه فهي كتبغي ان المائده ديالها ديال الافطار انها تكون متنوعه، ولكن الله يحسن العون. فمجموعه ديال المواطنين خصوصا اللي عندهم الدخل المحدود فهم كيلقاو صعوبه كبيره باش انهم يمشيو للسوق. فالله يحسن العون، هذا اللي غادي نقولوا. فاذا كانت الفلفله 30 درهم وماطيشه 12 درهم والبطاطس 12 درهم، فاكيد اذا غادي يشري غير كيلو من الحاجه فاكيد انه ما غادي يقدرش يمشي للسوق باش يشري السمك ولا يشري لحم الدجاج او باقي انواع اللحوم الحمراء متابعينا الكرام. كما قلنا والاشاره فكاين واحد الكساد، يعني ما كاينش اقبال. يعني قبل قليل فسيده يعني تسخرت ثلاثه ديال الاكياس ديال البلاستيك خلصت 370 درهم. يعني الاثمنه غاليه وغاليه بزاف متابعينا الكرام. كما قلنا فهذا الفلفل اليوم غادي يتباع ب 30 درهم. هذا الفلفل اللي كتشوفوا هذا الان امامكم باربيكا، هذه اللي كتستعمل الاغلبيه في يعني في البيتزا، فهي 30 درهم. هذا البارح تباع 15 درهم للكيلو يعني بالجمله. يعني والبصله اليوم الثمن ديالها فهو عاود زاد وتزاد بزاف، يعني البصله فهي طالعه الثمن ديالها بالجمله في حدود 15 درهم. وللاشاره البصله ديال اللي كتباع في الاغلب ديالها فهو خاوي، يعني باستثناء الجزر والقرع الاخضر فكل الاثمنه فهي طلعت وطلعت بزاف متابعينا الكرام. واكيد ان بعض الناس لا حول ولا قوه الا بالله هما اللي كيسببوا في هذا الغلاء، خصوصا هذوما السماصره او الشناقه اللي كيجيو للسوق وكيغتنموا الفرص، كيشوفوا السوق شنو الحاجه اللي ما كايناش فيه فكيقوموا بالشراء ديالها وبالاحتكار ديالها. فعيب وعار ان مثل هاد الناس هذوما حنايا في شهر الرحمه والمغفره انهم يقوموا بهذه الاعمال هذه باش يغليوا السلعه ويربحوا دراهم معدوده اللي ما غادي تنفعهمش غدا امام الله. هذا شهر الرحمه والمغفره، وخص الناس يعني تكون سباقه الى فعل الخير، ما تكونش يعني كترفع من الاسعار. كما قلنا متابعي قناه شفتي، فاليوم هذه الطماطم اليوم غادي تباع 12 درهم، البطاطس اليوم 10 درهم، واليوم يعني اليوم كاين اللي غادي يبيع 12 درهم، ولكن كاين اللي عنده قديمه يعني غادي يبيع ب 10 درهم. دابا بحال الخضر هذا اللي اليوم معاه حنايا 10 درهم، 11 10 درهم، والبطاطس يعني من 11 ل 10 درهم، واكيد انها مرشحه باش انها تطلع، يعني ما غادي يبقاش الثمن ديالها. لان هنايا السوق ديال الجمله الخضر والفواكه في تطوان كما قلنا فكاين الناس لا علاقه لهم بالتجاره، وكيجيو كيشريو بعض الخضر وكيرفعوا من الاثمنه ديالها. البصله يعني 15 درهم وتقدر تطلع الثمن ديالها اكثر، علما بان هذه البصله اللي كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام فهي الاغلبيه ديالها فهي كتجي خاويه، وبالتالي يعني الخضر اذا عمل عمليه حسابيه فهو غادي يلقى راسه انه كيخسر فيها، ولكن باش ان الكليان يجيو ما يلقاش فهو كيحاول انه يجيبها، يعني حاجه كتغطي على حاجه. كما قلنا متابعينا الكرام ف درهم 17 درهم 17 درهم 18 درهم فلفله 20 درهم، يعني تزاد الثمن ديالها. يعني الفلفله هذه في سوق الجمله 25 درهم، 25 درهم، وهذيك الكبيره 30 كبيره هذه؟ نعم ديالها، لا 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 هذه دايره 15 15. كما قلنا متابعينا الكرام بالنسبه للقوق شحال الثمن ديالو؟ هذاك الماك القوق 98 درهم. برينجا برينجا هذيك بحال 16 بحال، يعني هذوما الاثمنه كاملين بحال بعضيتهم، برنجال والخيار والقوق، يعني اثمنه واحد. يعني كما قلنا متابعينا الكرام فالدرويش غادي يلقى خصوصا في الشهر ديال رمضان فغادي يلقى صعوبه كبيره باش انه يوفر المعيشه للاولاد ديالو والاسر ديالو متابعينا الكرام. فمع هذا الغلاء ديال الاسعار فاذا اقتنى غير كيلو ديال الطماطم وكيلو ديال البطاطس وكيلو ديال البصل فهي وصلت 50 درهم، علما بان 50 درهم كان كيقدر انه يجيب بها الفطور كامل لولاده والتمر والحليب وحتى الفواكه السابقه. كما قلت مستبعي قناه شوف تيفي، فهذه هي الاثمنه اللي كاينه اليوم في سوق في السوق ديال الترانكات، يعني العافيه شاعله في الاثمنه ديال الخضر، واكيد فالمتضرر الواحد كما قلنا هو ذاك المواطن البسيط.
فاكيد ان هذا الارتفاع ديال الاسعار فهو غادي يسبب مشاكل كبيره وكبيره خصوصا في الشهر ديال رمضان. فاكيد ان يعني هذا الغلاء ديال الاسعار فهو غادي ياثر على الاسر، وبالتالي غادي نشوفوا الحالات ديال الطلاق خصوصا هنا باهي الشمال خصوصا هنا مدينه تطوان. فالنسبه ديال الطلاق فهي مرتفعه ومرتفعه جدا مقارنه بباقي المدن، واكيد ان ارتفاع هذه الاسعار هذايا غادي يؤدي الى انهيار مجموعه من الاسر متابعينا الكرام، خصوصا الاسر اللي عندها دخل محدود كما قلنا، فباستثناء بعض الخضر اللي حافظت على الاثمنه ديالها. فاغلب الخضر فالثمن ديالها ارتفع كما كتشاهدوا معنا، فالفلفل انه يتباع ب 50 درهم و 25 درهم، والنوع هذا يتباع ب 17 18. ف يمكن نقولوا بان العافيه شعلة في الاثمنه متابعينا الكرام. كما قلنا فالبصله هذه والاغلب ديالها اللي كيجي خاوي فالثمن ديالها 15 درهم ويمكن ترتفع، يعني تقدر ترجع 17 18. بالنسبه للطماطم فهذه كتباع 10 درهم اليوم هنايا عند هذا الخضار اللي كنتواجدوا معاه، ولكن تقدر توصل عند الخضاره اخرين ب 12 درهم. بالنسبه للبطاطس فما بين 10 و 11 درهم، وكاين اللي كيبيع 12 درهم متابعينا. بالنسبه للقوق والبرنجال والخيار فهو 7 درهم، ولكن الحاجه اللي هي اساسيه واللي كيشتهى لك المواطن خصوصا في شهر رمضان في الايام العاديه يعني المطيشه والبطاطس، يعني ما يقدرش الانسان انه يستغنى عنهم باش انه يعمل الوجبه ديالو، يعني يدير طاجين او جميله او باقي الشهيوات ولا حتى الحريره، يعني مطالب انه خصوصا البصل اللي هو غالي والطماطم. ولكن مع الاسف الشديد فكما قلنا فهذه الاثمنه هي اثمنه خياليه وما كتوالمش تماما المدخول اليومي ديال اغلب المواطنين هنا مدينه تطوان، يعني كنهضروا على المواطن البسيط واصحاب الدخل المحدود، هذا دون الحديث عن الفواكه اللي الثمن ديالها اللي هو غالي ومرتفع كذلك متابعينا الكرام. كيف تستقبل وهادو ما 7 درهم الخيار والبرنجال كما شاهدتوا معنا متابعينا الكرام. الثمن ديالو توت هذايا توت كبير هذايا اللهم بارك دابا الناس ما تفكرش حتى مع الخضر 10 درهم كيلو 10 درهم طويصه 10 درهم طويصه إذا كما قلنا متابعينا الكرام السلعة كاملة طلعت يعني فكما كتشاهدوا معنا فهاد الفلفلة هادي اللي كتشاهدوها الآن أمامنا فهي 30 درهم، يعني لي باربيكا الغليطة بينما هادي الصغيرة ديالها 25 درهم، هادي الثمن ديالها 15 درهم وهادي 17 18 درهم، يعني الأثمنة اللي هي خيالية وخيالية جدا مقارنة يعني بالمعيشة وبالقدرة الشرائية ديال المواطن العادي متابعينا الكرام. فأكيد أن الإنسان يعني غادي يلقى صعوبة باش أنه يوفر المعيشة للأطفال ديالو. حنا كنعرفوا أن رمضان فمجموعة ديال الأسر فهي مطالبة باش أنها تشري الألبسة جديده للاطفال ديالها، ولكن مع هذا غلاء الاسعار فالاغلبيه ديال الاسر فما غادي تلقاش باش انها تعيد للاطفال ديالها متابعينا الكرام. كما قلنا فللاسف الشديد فبعض الناس فهم كيظهروا في العواشر في رمضان وكيقوموا باحتكار السلع وبالتالي كيغليوا على المواطن البسيط. فنتمنوا ان شاء الله ان الاسعار ترجع كما كانت، يعني الموجة الاسعار اللي كانت وصلت الطماطم 14 درهم 15 درهم ومن بعد رجعت ل 6 درهم، نتمنوا ان شاء الله انها ترجع الاثمنه كيف ما كانت ان شاء الله متابعينا الكرام، هذا ما نتمنى.